نذهب إلى سيدني وينضم إلي من هناك بيتر ماغواير الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم أستراليا. أهلا وسهلا فيك بيتر، شكرا عودتك للبرنامج. خلينا نبلش بداية بالرقم 2% يلي هو مستوى مستهدف من قبل كما نسمع أغلب صناع السياسات النقدية الرئيسية. باول قال بأنه الوصول إلى 2% بعد دام شوط طويل، رغم أن تراجعنا من مستويات 8 و9% إلى 3% حيث نحن الآن بشكل جدا سريع. ليش بتاخذ فترة أطول من 3 إلى 2%؟ ليش؟ لماذا يتحدث باول عن أن ضرورة الحاجة لمزيد من الوقت؟ صباح الخير من سيدني. اسمح لي بداية أن أقول التالي: علينا أن ننتظر لعدة أسباب. أولا لأن التضخم يستغرق وقتا طويلا لتقليص الأرقام، علينا أن ننتظر حتى نهاية موسم الصيف، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أسعار الغذاء والطاقة، وكم أن رقم 3% سيكون عنيدا أو صعبا، وكم أنه سيكون من الصعب أن نصل إلى 2%. لذلك كما قال جيروم باول، أعتقد أن الأشهر المقبلة ستكون مثيرة جدا للاهتمام لكي نراقبها ولكي نقرر هل أن هناك عناد في هذا التضخم أو أنه بدأ ينخفض. يعني يمكن لفهم هذه المعادلة يجب علينا فعليا أن لا ننسى أو لا نغفل عن تقسيم رقم التضخم أو ما الذي يدفع لهذا التضخم. يعني هناك أمور دورية وهناك أمور غير دورية، وبعضها هو حساس لحركة أو لتغيير أسعار الفائدة، والبعض الآخر ليس كذلك. ففي رأي بالسوق بيقول أنه كل شيء عمله الفيدرالي لحد هلأ لم يؤتي ثماره، لأنه لم يؤثر على الشق أو الجزء من داخل معدل التضخم الذي فعليا هو الذي يتأثر بتحكم أسعار بأسعار الفائدة. نعم، أنا أقدر ذلك وأفهم ذلك، ولكن يجب أن ننظر أيضا إلى سلوك المستهلك الأمريكي، وهذا المستهلك الأمريكي ما زال يبلي بلاء حسنا نوعا ما. لدينا بيانات العمالة التي ننتظرها في يوليو وهي غير المرتبطة بالقطاع الزراعي، ستظهر لنا قوة أيضا سوق العمالة. لدينا نسبة بطالة 3.5%، وبالتالي يبدو السوق قويا، ما زال قويا. والخطوة التالية هي أسواق الأسهم، قيمة العملة، بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي في التصدير. هذه هي البيانات التي ننتظرها، وخاصة من الشركات الكبيرة التي تصنع الأس أن بي والناستك. نتحدث دائما عن أنه أرقام السوق العمل هي الأرقام المهمة. ما زالت، إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة مرة أخرى، ما زالت فعليا أعداد الوظائف الشاغرة أكبر بكثير من أعداد البطالة، وبالتالي هذا ما يدفع فعليا الأجور إلى الارتفاع، وهذا ما يجعل التضخم أكثر stickiness. نعم، أنا أوافقك الرأي تماما، وهذه هي المسألة التي يأخذها الفيدرالي بعين الاعتبار. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مدى صعوبة أو الستيكنس لهذا التضخم. ومن ناحية أخرى في سوق العمالة، هناك الكثير من فرص العمل، الكثير من الشواغر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي السؤال هو إلى أي مدى سوف يتأذى المستهلك من أسعار الفائدة المرتفعة، وهل سيكون هناك تصحيح أو كوركشن في أسواق الأسهم، أو أنها ستستمر بالارتفاع. كل هذه هي المؤشرات التي يجب أن ننتظرها في الأشهر المقبلة. طب هيك كنا استعرضنا الوضع في الولايات المتحدة، ماذا عن المملكة المتحدة؟ الوضع هل سوق في سوق العمل مش كتير مختلف؟ في أزمة تضاف بالمملكة المتحدة إلى سوق العمل، وهي الإضرابات يلي عم تنتقل من قطاع إلى آخر. ما هي الخطوة المقبلة إذن الآن لبنك إنجلترا؟ هل سيذهب إلى 0.5% بالنظر لأنه الانفليشن أو عفوا التضخم في المملكة المتحدة أكثر عنادا حتى من غيره؟
صحيح أنه أكثر عناداً وأكثر صعوبة التضخم في المملكة المتحدة وهو 7.9%. جيد أنه انخفض إلى ما هو أدنى من 8%، ولكن التوقع ليوم الخميس هو 25 نقطة أساس، ولكن هناك 30% احتمال أن يتغير هذا الرقم إلى 50 نقطة أساس نظراً إلى ما رأيناه الأسبوع الماضي مع البنك المركزي الياباني والفيدرالي والمركزي الأوروبي، ولدينا أيضا بنك أستراليا، البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء. لذلك أنا أقترب من قرار 50 نقطة أساس، ولكن علينا أن ننتظر ونرى. أما فيما يتعلق بالبطالة، نعم أعتقد أن الاقتصاد في بريطانيا مختلف تماما إذا ما قارناه بالولايات المتحدة. بيتر ماغوير، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح.